السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين وزارة الاقتصاد والتجارة. قبل ما نبتدي تغطيتنا المسائية اليوم راح نرويكم شلون توصلون للسوق. راح تشوفون هذه اللوحة عند دوار صغوة. تاخذون الدوار سيدة. الحين في شارع الاحتفالات راح تجيكم اول لفة، زين تاخذونها يمين وتمشون. عقب راح يجيكم السوق الموسم التخييم على يدكم اليمين. تمشون سيدة لين ما تجيكم هذه اللوحة تبع عليها سوق موسم التخييم، تاخذون يمين بعدين تكملون سيدة لما تشوفون في الفيديو. طبعا انت راح تكملون سيدة تمشون مع الشارع لين ما تطلعون على هذا الشارع، بعدين راح تجيكم لوحة ثانية هذه اللوحة. تاخذون هذا الدوار يمين، بعد ما تاخذون الدوار يمين راح تمشون سيدا مع الشارع لين ما تجيكم لوحة ساحة رقم 19 وفي عند معاها اللوحة التوجيهية، تاخذون يمين. هذه طبعا بداية السوق، تقدرون تصفون سياراتكم هني، تقدرون تصفون سياراتكم الجهة الثانية. هذه الجهة الأمامية للسوق، تقدرون تصفون سياراتكم هنا. أخوكم تركي الشهواني، أحد المشاركين في عرض التخييم السنوي لأول سنة، والحمد لله رب العالمين توفقنا مع أخواننا في وزارة التجارة والاقتصاد ونشكرهم على حسن التنظيم وخدمونا خدمة كبيرة في هذا المعرض، والحمد لله رب العالمين التنظيم فوق الممتاز وإقبال الجماهير علينا، وتوفر معدات الرحلات والكشتات كلها موجودة في هذا الموقع، جمعنا في مكان واحد، ونشكر الجميع في هذا المخيم، والله يعطيكم العافية، يا مرحبا وسهلا.
بهذا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا اليوم. ختاما ندعوكم أن تزورون السوق. يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة.